السلام عليكم. اليوم نروح نشوف ملعب تيزي وزو على ضوء الصور الجديدة هذه. وبالمناسبة عندنا خبر صار جدا، حيث أنه تم تخصيص فندق عمراوة اللي يعني الأخذ به في ملف ترشيح للكام تاع 2025. إذن سوف يرمم فندق عمراوة حسب التعليمات نتاع الكاف. إذن والخبر الثاني هو أنه تقرر بناء فندق جديد بالقرب من ملعب تيزي وزو، واللي يكون الفندق تابع للفاف، وكذلك بالمقاييس نتاع الكاف لإدماجهم في ملف نتاع تنظيم كأس إفريقيا ل 2025. إذن لنفس يعني نفس في نفس السياق سوف يعاد النظر في مشروع بناء فندق كذلك بالقرب من ملعب 5 جويلية لإدماجهم في الملف نتاع الفاف. إذن هذه هي الجديد بالنسبة لملعب تيزي وزو وبالنسبة للملف نتاع الكان 2025. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.